في حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بك وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله سمع الله لمن حمده. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. إن شاء الله يا أخوانا الختمة بتاعتنا ستكون غدا بإذن الله تعالى. غدا في التراويح بإذن الله تعالى ستكون ختمة غدا بإذن الله تعالى. إن شاء الله عز وجل ختمتنا غدا إن شاء الله عز وجل. بكرة سوف نختم بأمر الله تعالى. تمروا بأمر الله تعالى. We will make ختام القرآن and we will make دعاء إن شاء الله جل وعلا for the ختم القرآن إن شاء الله تعالى. فأمر جيد وجميل وكان من هدي السلف أن يجتمعوا عند ختم القرآن. فبكرة بأمر الله تعالى في صلاة العشاء والتراويح. يعني يكون في التراويح بأمر الله تعالى نختم. وغدا هي اخر ليله من ليالي رمضان، مش كده ولا ايه؟ غدا اخر ليله ان شاء الله تعالى، فلعلها تكون فيها الخير وفيها البركه، نسال الله جل وعلا ان يتقبل مني ومنكم ان شاء الله. امين امين. Thank you.
في سجدة أول ركعة إن شاء الله، سجدة أول ركعة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الله الله بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله سمع الله لمن حمده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم
جهنم ولهم عذاب حريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لامية فيها عين جارية فيها سغر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So إن شاء الله in 2 days عيد الفطر is coming. So first of all, congratulations to all of you. عيد مبارك. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all of our good deeds in Ramadan and forgive all of our sins. And glad tidings to all of you from Allah subhanahu wa ta'ala. So the first question is, why do we celebrate Eid? In Islam, celebrations always follow seasons of ibadah. What does that mean? For example, if Allah subhanahu wa ta'ala guided one of us, or guided all of us, to do something good, we feel good about it, we feel happy about it. So what about we have been doing good deeds for an entire month, fasting, praying, giving charity. So now Muslims all over the world feel happy about what they achieved throughout Allah's guidance in this whole month. And that is the celebration of Eid. So from this, we could say that Eid should be a good time and a happy time for each and every Muslim in the entire world. And we need to share and distribute this habit. So let's see. Prophet Muhammad, peace be upon him, is a person that was always smiling. As one of the Sahaba says, مَا رَآنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُنْدُ أَسْلَمْ إِلَّا وَتَبَسَّمَ فِي وَجْهِ. One of the companions said, since the time I became Muslim, the Messenger of Allah, peace be upon him, never saw me once without smiling at me. Also, عن أبي ذر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقًا. Abu Dharr narrated that the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, your smiling in the face of your brother is charity. You take hasanat just for smiling. And as the Prophet, peace be upon him, should be our role model, so please try to smile more, especially in the time of Eid. Try to spread smiles and laughter among our families, our friends, and our community. The second point is from a hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam called, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبل. الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعا. فقال رجل من القوم, أهي ليلة القدر؟ قال لا. ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. جابر ليس البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم said, five things were given to my ummah, to my nation, they were not given to any prophet before me. The fifth one of them is that in the last night of Ramadan, all their sins will be forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. So one person asked me, is it the night of the decree? Laylatul Qadr? So the Prophet said, no. Haven't you seen a worker when he finishes work, then he gets his reward? So now think about it. Allah subhanahu wa ta'ala is going to forgive all of us, inshallah. And at the same time, we are not forgiving each other. You think this is good? You think this makes sense? And Nabi sallallahu alayhi wa sallam, but
ارحموا ارحموا واغفروا يغفر الله لكم. Show mercy and you will be shown mercy. Forgive and Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you. So don't all of us here want to be forgiven? Yes, of course. So try to forgive others. And there is another hadith from Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. It's not lawful for a Muslim to desert, to stop talking to his brother beyond 3 nights. The one turning this way, the other turning the other way, and the better one of them is the one who starts to greet the other. Did you notice here that Prophet Muhammad ﷺ didn't speak about who's right or who's wrong? He only said that the better one is the first who greet the other. And also, did you notice that it is haram to desert, to stop talking to your brother for more than 3 days? How many days have passed since the last time you spoke to your brothers, your sisters, the last time you spoke to your parents, uncles, aunts, friends, or cousins? Eid al-Fitr is the perfect time to connect with those people, especially our families and brothers. There is no more suitable time than now to reconnect all these relationships. This is the perfect time to do Salat al-Rahim. And the third point I'd like to speak about is that Eid al-Fitr is all about generosity and gratitude. Since giving to others through charity is an important part of Ramadan, it is also a part of Eid al-Fitr celebrations, a way of trying to help other people who might be in a hard situation, trying to make them happy during the Eid. We could give money, food, time, toys, wherever we can. Here is a hadith that shows how great it is to make somebody else happy. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. Again, أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام, the most beloved of people to Allah subhanahu wa ta'ala is the most beneficial to other people. And the most beloved deed to Allah is making a Muslim person happy. You understand what this hadith is saying? You, by making just another person happy, another child happy, you are basically doing one of the best deeds and one of the most beloved deeds to Allah subhanahu wa ta'ala. So what are we waiting for? We don't need to have a lot of money in order to make someone else happy. We could do it just by being a good person. A person who usually checks on others, on his family, on his friends. A person who just listens to people and tries to smile to them. And Prophet Muhammad ﷺ was a great example for that. And that shows that, and there is a story, but since time is not enough, I'll just keep the story. But Prophet Muhammad ﷺ was a person who deals with the people with ease and respect. He was a friendly person, and that is what we should all do. And to summarize what we have said today, first we spoke that the Eid celebration, and that the Eid celebration is always comes after seasons of Ibadah. And we spoke about 3 points. The first is تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقًا, to smile more. The second is to do Silat al-Rahim, to check upon your relatives and your family. And the last but not least is making someone else happy. وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَنَفَعَ اللَّهُ بِكُمْ. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله سمع الله لمن حمده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالده وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله سمع الله لمن حمده. الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. إن شاء الله سأقرأ برواية ورش عن نافع هتسمعوا في النفايات إن شاء الله في نافع اللهوش إن شاء الله نصلحه. جزاكم الله خير. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله
سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الشفع.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم يا من لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم اللهم يا من لا حول ولا قوة إلا بك اللهم يا خالق يا بارئ يا مصور يا من لك الأسماء الحسنى والصفات العلى اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا فهمه وحفظه وتلاوته والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم سكننا به الجنات وارفع لنا يا ربنا به الدرجات اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيلا لمن اهتدى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 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 اللهم سكننا فردوسك الأعلى بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم سكننا فردوسك الأعلى بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم سكننا فردوسك الأعلى بغير حساب ولا سابق عذاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Thank you.